في الصفوف الأولى يقف المزارع الفلسطيني في معركة الأرض ومواجهة الاستيطان، وغالبا ما تنتصر أدوات الاحتلال ويترك الأرض فريسة لأنياب الجرافات الإسرائيلية. واليوم 50% من أراضي الفلسطينيين تتعرض للتصحر نتيجة لذلك. هكذا تحارب خضرة الأرض وتغل أياد كانت بالأمس تحمل المعاول وتزرع. إنها جرافات الاستيطان التي تجوب الريف الفلسطيني طولا وعرضا، وأينما حلت حل التصحر. تقرير لوزارة الزراعة الفلسطينية أظهر أن 50% من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل ظهرت عليها علامات التصحر، 15% منها في حال تدهور فعلي. لقد كان الاستيطان وشوارعه ومناطق التدريب العسكري ومكبات النفايات الإسرائيلية السبب الأكبر لهذا التصحر، إلى جانب عوامل بيئية أخرى. الآن 50% من الأراضي الفلسطينية يوجد بها مؤشرات تصحر، بمعنى أن هنالك تدهور في الغطاء النباتي أو في الإنتاجية في هذه الأراضي. تتركز هذه الأراضي في منطقة السفوح الشرقية باتجاه الأغوار. أكثر من 50,000 درهم غابات تم إزالتها لبناء مستوطنات إسرائيلية. جدار فصل عنصري وما رافقه من اقتلاع الأشجار، التجريف اليومي الممنهج، قطع أشجار الزيتون اليومي والبسنة الشجرية. يقاس التصحر عادة بدرجة إنتاجية الأرض والغطاء النباتي لها ونسب الكربون العضوي في التربة، لكن في فلسطين يقاس بمقياس السياسة الإسرائيلية وأدوات الضم للأراضي الفلسطينية وتفريغها من السكان لصالح الاستيطان. سياسة الاحتلال بضم الأراضي خلف الجدار 19% والسيطرة على 8% للمخططات الهيكلية للمستوطنات وأكثر من 3% للقواعد العسكرية والتدريب العسكري والطرق الرابطة بين المستعمرات، المخطط الاستمرار في عملية الضم لأراضي فارغة بدون سكان وقتل حياة الفلسطينيين من حيث سيطرتها على أهم مورد ومصادر قوة للإنسان وهي موضوع الأراضي والزراعة. قبل 30 عاما كان عدد الفلاحين الفلسطينيين يتجاوز 60% من عدد السكان، واليوم لا يتجاوز عددهم 5%. وكان الناتج القومي الفلسطيني من الزراعة نحو 30%، واليوم لا يتعدى 7%. لقد تصحرت الأرض وأصبح الفلسطيني مستهلكا مرهونا بما ينتجه الاقتصاد الإسرائيلي. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.